الفاني منامة سبات جوز الفكر والوجد مرداد على هنوف نسات زين وسامة بنت الشرف والجود ميراث الأمجاد هليت بهواك برضو ردت سلامة وزاد نزف الجرح بسهم حداد يا وجد حالي يوم شد وخيامة وجود عين صعبة سكن وسهام الحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيد مثل لش الحمامة اللي تروح جرات الحول لنشاد على وليف صوب النسهامة صواب من راح وبه القوم من قاد هلت دموع العين مثل الغمامة صوت الحزن بالقلب رعاد يا باري حالي حين أرخى لثامة عن عجل ولن دونه الجمر وقاد جديد الفنات والشيلات شيلات الفنات قصائد شعرية حسب الطلب مواليد ملة تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم والعين عين الحر رمز الشهامة لهيت للمقناص من كف صياد عليه من بين الغواني علامة دعج العيون تغيب كايد وحساد والخاف مثل البدر ليلة تماما يزماه عن كرين في جالي الواد حورية ترفه تلوج الدمامة يا وردة الجوري ويا زهر الأوراد جديد الفتات والشيلات شيلات الحياة قصائد شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقد وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0555877737 أو من خارج المملكة جوال 0 وتورد عنك الثرى بين الحاد سبحان من صور وكون قوامه أبدع بخلقه وأكمل الحاد
الحسن بزياد. يا الله دخيلك مرة ورخا مر واغفر لنا يا من له الخلق سجاد. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا. بيوم العبوس فيه الانفاس ملامة وبعث كل الخلابة والاجداد في موقف صعب تزايد زحامة. لا عنك من شود ولا منك من شاب فيه الوجيه زيد كرب وعسامة. من شدة الموقف ومن هول العداد الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات. جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب.